قياس تكاليف الأنشطة الموجهة بالوقت. نعلم أن المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ظهرت لتدعم المنافسة بين الشركات، وقالت ان اللي مش هيوقع على الاتفاقية دي يبقى الدول مش هتتعامل معاه، اضطرت الدول توقع على الاتفاقية دي، ومن شأن هذه الاتفاقية ان تزيل الحواجز التي تمنع انتقال السلع والخدمات ورؤوس الاموال بين الدول. الحواجز دي زي الجمارك، زي الحصص الاستيرادية، زي يبقى ظهر اتجاه تنافسي شديد عشان الناس تتنافس محافظة على الموارد العالمية. اللي يقدر ينتج بكفاءة اكتر هو الذي يكتب له البقاء في دنيا الاعمال، اللي لا تتوفر له هذه الامكانية يخرج من دنيا الاعمال لهذا المنتج ويبحث عن منتج اخر يستطيع ان ينافس فيه. مع هذه المنافسة الشرسة تكشف للإدارة أن المدخل التقليدي لقياس التكاليف لا يوفر معلومات تتسم بالدقة اللازمة للصمود في وجه المنافسة. يعني إيه؟ يعني قياس التكاليف التقليدي أظهر بعض الشركة عندها منتجين، مثلا أظهر منتج ألف بيكسب والمنتج ب بيخسر. من الطبيعي أن الإدارة تتخذ قرار تغلق المنتج اللي بيخسر، اللي هو المنتج به. يبقى أصبحت الشركة تنتج منتج واحد وهو ألف، يبقى لا مشكلة في قياس التكاليف لأنها كلها تخص ألف. اتضح لهم بعد ذلك أن ألف بيحقق خسائر. بدأ الباحثين يبحثوا إيه اللي حصل، بماذا نفسر ذلك. تبين لهم أن قياس التكاليف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالشق غير المباشر أظهر المنتج الذي يحقق مكاسب كما لو كان خسران، فأغلقته الإدارة اعتقادا منها أنه يحقق خسائر، وأظهر المنتج الذي يحقق خسائر كما لو كان يحقق أرباح، فأبقت عليه الإدارة، وهو ما نسميه بالدعم المتبادل بين المنتجات. ده القصة اللي حصلت. وعلى هذا الأساس أيقن الباحثين أن المشكلة مشكلة التكاليف غير المباشرة بصفة عامة. يبقى كان لازم يهجر النموذج التقليدي لقياس التكاليف غير المباشرة، والذي يستند إلى بناء علاقات أثر وسبب بين التكاليف غير المباشرة ومراكز التكلفة، سواء كانت مراكز إنتاج أو خدمات إنتاجية. وجم قالوا والله ما الذي يستهلك الموارد غير مباشرة؟ هل هي المراكز؟ المراكز لا تزيد عن كونها أماكن لا تستهلك، وإنما ما يستهلك هو الأنشطة التي تحدث داخل هذه المراكز. وعلى هذا الأساس ظهر نموذج قياس التكاليف بشكل المبدأ الأول، وبعدين حصل فيه مشاكل برضو احنا في غنى ان احنا نذكرها، فطلع قياس تكاليف الانشطة الموجهة بالوقت. ما هي مجالات قياس هذا النموذج؟ مجالات قياسه هي التكاليف غير المباشرة، وقد يعتقد البعض وبشكل خاطئ ولا يدركوا انهم على خطأ ان هذا النموذج بيقول عليه نموذج قياس التكاليف او نظام لقياس التكاليف. هو لا يرقى لكونه نظام لقياس التكاليف، لان قياس التكاليف يشمل القياس المباشر وغير المباشر، اما ده يتجه الى قياس غير المباشر فقط. يبقى نطاق هذا النموذج او مجاله هو التكاليف غير المباشرة. تمتع قياس التكاليف غير المباشرة باهمية خاصة مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا التصنيع. زادت الأهمية النسبية للتكاليف غير المباشرة مع زي ما قلنا زيادة حدة وضراوة المنافسة، وده فرض على العالم كله البحث عن دقة القياس، وظهر هذا النموذج في صورته أو نسخته التقليدية، وواجه استخدام النسخة
النسخة التقليدية مشاكل، وهو ما أدى إلى ظهور نموذج قياس تكاليف الأنشطة الموجهة بالوقت. نموذج قياس تكاليف الأنشطة الموجهة بالوقت الفلسفة. ارتبط ظهور هذا النموذج بطرح سؤال مهم جدا، هو هل أوجد هذا الدائر الجديد فلسفة جديدة للقياس، أم أنه اعتنق نفس فلسفة القياس التي يستند إليها النموذج التقليدي؟ السؤال ده أحدث ارتباك بين المتخصصين والباحثين وخاصة المبتدئين منه. نوضح أن فلسفة القياس بصفة عامة، قياس التكاليف هو مجموعة من علاقات ربط الأثر بالسبب لا يختلف في ظل أي نظام أو أي نموذج. أمال إيه الجديد اللي أوجده النموذج الجديد؟ أوجد أداة جديدة نعتمد عليها لتطبيق علاقات ربط الأثر بالسبب. زي ما قلنا قبل كده، قال النموذج التقليدي يستند إلى الأقسام، مراكز التكلفة، أقسام الإنتاج والخدمات باعتبارها هي التي تستهلك الموارد غير مباشرة. لكن هذا الزائر الجديد قال لا، الأقسام دي أماكن لا تستهلك، وإنما ما يستهلك الموارد غير مباشرة هو الأنشطة التي تحدث داخل هذه الأقسام. يبقى بنقول عندنا نفس الفلسفة، إلا أن أداة تطبيق هذه الفلسفة اختلفت في هذا النموذج. نموذج قياس تكاليف الأنشطة الموجهة بالوقت وقياس التكاليف، كيف يمكن أو ما هي الإجراءات التي يرتكن إليها هذا النموذج لأغراض قياس التكاليف؟ قياس التكاليف زي ما قلنا بصفة عامة بنفرق بين نوعين التكاليف، التكاليف المباشرة وعرفنا هي إيه قبل كده، وبيتم تحديد غرض التكلفة التي تسبب في استهلاكها وتحديد الموارد التي تسبب هذا الغرض في استهلاكها في شكلها العيني وترجمة الشكل العيني إلى شكل مالي. هذه الوظائف تتم من خلال المستندات زي أذون صرف المواد وبطاقات الوقت. ثانيا التكاليف غير المباشرة، وعرفنا وعرفناها قبل كده مرارا وتكرارا اللي هي موارد تسبب في استهلاك أكثر من غرض تكلفة بشكل آني أو في نفس التوقيت. لا يمكن تحديد الموارد التي تسبب في استهلاكها كل من أغراض التكلفة على انفراد، استنادا إلى مقاييس عينية أصيلة، ولذلك فهي موارد تتصف بالعمومية. لو أخذنا المريض كغرض تكلفة المستهدف في القياس، هل يمكن تحديد ما تسبب هذا المريض في استهلاكه منفردا من خدمة التمريض؟ صعب وشبه مستحيل. يبقى هذا النموذج أن يتناول قياس التكاليف غير المباشرة إزاي؟ من خلال إجراءات معينة. أول حاجة بناء معدلات تحميل تقديرية للمهام الفرعية. يبقى بنقسم الشركة إلى أنشطة، وكل من هذه الأنشطة يؤدي مهام فرعية. لو قلنا مثلا قسم التحليل يؤدي أنشطة فرعية، تسجيل المريض، سحب العينة، تحليل العينة، إعلان نتائج، دي مهام فرعية، فبنحدد المهام الفرعية ونبني معدلات تحميل تقديرية لكل مهمة فرعية بيؤديها نشاط معين. نحصر التكاليف غير مباشرة ونقدرها من واقع المستندات الدالة عليها. هنحصر التكاليف غير مباشرة حسب الأنشطة، ومن الأنشطة نحسبها زي ما قلنا، نحدد المهام الفرعية اللي كل نشاط بيأديها، ولازم نرجع الى الاقسام الصحية المختلفة للوقوف على المهام الفرعية هم يقولون عليها. زي ما قلنا على سبيل المثال قسم التحاليل داخل المستشفى يمارس الانشطة الخاصة، تسجيل المريض، سحب العينة، الفحص، المعمل العينة، كتاب التقرير الى اخره. هنوزع تقديرات التكاليف التكاليف الصحية غير مباشرة على المهام الفرعية. بيتم في هذه الخطوة
توزيع التكاليف غير مباشرة السابق تحديدها في الخطوة رقم واحد على المهام الفرعية المتسببة في استهلاك الموارد، وينتهي بنا الأمر في هذه الحالة ببناء مجمعات تكلفة للتكاليف غير مباشرة على مستوى كل من المهام الفرعية. هنقيس الطاقة العملية المستخدمة في تأدية المهام الفرعية والطاقة العملية اللي هي الطاقة النظرية بعد ما نخصم منها المسموحات الحتمية. ونخلي بالنا مش الطاقة الفعلية، الطاقة العملية. بعد كده بنطلع معدل تحميل لكل وحدة زمن لكل من المهام الفرعية. يعني ناخد مجمع تكاليف مهمة فرعية معينة نقسمه على تقديرات الوقت اللي احنا عملناها لتأدية هذه المهام الفرعية في بؤ طاقة معينة، يطلع معدل التحميل. بعد كده هستخدم معدلات التحميل التقديرية في قياس التكاليف غير المباشرة التي يجب تحملها على كل من المهام الفرعية التي تم تأديتها لمريض معين أو لخدمة صحية معينة. هنستخدم الزمن الفعلي لأداء كل مهمة فرعية، نضربه في معدل التحميل، يطلع التكاليف غير المباشرة أو التكاليف الصحية غير مباشرة اللي واجب تحملها للمهمة الفرعية. بعد كده هنجمع تكاليف المهام الفرعية حسب أغراض التكلفة التي ينتمي إليها كل من المهام الفرعية، نوصل لقياس التكاليف غير المباشرة لكل غرض تكلفة. نموذج قياس التكاليف الموجه، تكاليف الأنشطة الموجهة بالوقت المقاومة. يعتمد هذا النموذج على عدد من المقاومات الموارد اللي هي منافع اقتصادية نستخدمها في تشغيل الأنشطة المختلفة زي المواد، خدمات العمل الإنساني إلى آخره. مجمعات التكلفة، النموذج ده ما حددش بشكل صريح مفهوم مجمعات التكلفة وازاي نبنيها، الا ان اجراءات اللي انطوى عليها تشير الى وجود مجمعات، نوعين من مجمعات التكلفة: مجمعات تكاليف الصحية غير المباشرة من مواد غير مباشرة، اجور غير مباشرة، تكاليف اخرى غير مباشرة. وشكل مجمعات التكلفة دي نقطة البداية بالنسبة للنموذج. نمرة 2، مجمعات التكلفة الخاصة بكل من المهام الفرعية التي تتولى الأنشطة المنبثقة عن مركز إنتاج أدائها أو عن نشاط بمعنى أصح معين أدائها، وهي تشكل أداة ربط الأثر بالسبب. محرك التكلفة، محرك التكلفة اللي هو القوة التي تحرك استهلاك الموارد لكل مهمة ارتفاعا وانخفاضا، وهنا حدد هذا النموذج على انها وحدات الطاقة. وحدات الطاقة الحقيقة هو الميزة الاساسية التي تميز هذا النموذج والتي تشكل الفرق الاساسي بين هذا النموذج والنموذج السابق لقياس تكاليف الأنشطة. الطاقة محرك التكلفة اللي بيستند ليه النموذج لأغراض بناء معدلات التحميل لكل مجمع تكلفة مهمة فرعية. وهنا لما نبص للطاقة ناخدها بمفهوم الطاقة العادية وليست الطاقة الفعلية. المهام الحقيقة المهام تمثل نواتج أو مخرجات وسيطة تنتجها الأنشطة الموجودة داخل الأقسام الصحية. لو أخذنا على سبيل المثال التحاليل في أحد المستشفيات، فإن مخرجات هذا القسم تحليل بول، تحليل فيروسات، تحليل وظائف إلى آخره، دي كلها مهام بيؤديها نشاط أو قسم التحليل. يتطلب إنتاج هذه المخرجات تأدية عدد من المهام زي تسجيل المريض، سحب العينة، الفحص المعملي إلى آخره. المهام هي لها الدور المحوري مزدوج في قياس الموارد الصحية غير مباشرة بتستهلكها أغراض تكلفة.
فهي المهم من ناحية هي السبب في استهلاك الموارد، ومن ناحية أخرى ينتج عنها أثر، الأثر هو الموارد التي خضعت للاستهلاك. وزي ما قلنا قبل كده، يتطلب قياس التكاليف الصحية غير مباشرة وفقا لنموذج قياس تكاليف الأنشطة الموجه بالوقت، إن احنا نبني معادلات تحميل تقديرية في بداية كل سنة لكل مهمة من المهام الفرعية على أساس الزمن. طبعا هنبتدي بالأقسام، وكل قسم به له جوه عدد من الأنشطة، وكل نشاط ينبثق عنه عدد من المهام. فبننزل إلى مستوى المهام التي تنبثق عن كل نشاط، ونعمل لها نقدر لها التكاليف بتاعتها، وبعدين نقدر الزمن الذي يجب أن تستغرقه النشاط في تأدية هذه المهمة. نقسم الاثنين دول على بعض، يطلع معدلات التحميل التنفيذية. نستخدم معدلات التحميل التنفيذية لكل مهمة فرعية في تحديد التكاليف غير المباشرة التي يجب تحميل المنتج الصحي بها أو المريض بها عندما يستفيد من خدمات هذه المهمة الفرعية. شكرا مع خالص التمنيات بالتوفيق.